السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بسمور. تكون غلطرس لاجم اخو اشتراك في القناة بالنقر على الابوني ابسكرايب واشتراك وانضم على العائلة الخاصة بنا في مجال رحلة الانترنت وكل ما يتعلق حول مجال الربح. عالمهم ان شاء الله احبتي الكرام في حلقة اليوم ستكون كذلك حلقة خاصة حول هذا الموقع الرائع والذي حتى الان يدفع، ولكن كما أشرح إليها دائما مثل هذه المواقع إنها لا تدوم معك مدة طويلة، نعم فقط للاستغلال، ولا تقوم بالولوج فيها بملغة تتحمل خسارتها. حتى إذا كنت اشتغلت عليها وربحت فاقنع، نعم اقنع ولا تقوم بالمغامرة مجددا، لأن مثل هذه المواقع لن تدوم معك طويلة. تشتغل إذا اشتغلت تشتغل أسبوعين ثلاث أسابيع حتى الشهر أو أقل. نعم عالمو هذه فقط كإشارة إحبتي الكرام لجميع الإخوة، ولا أنا لا أقول لك لا استمر فيها ولا أعمل في ولا أفعل ولا شيء. أنا فقط هنا كمشاركة لتجربتي في مثل هذه المواقع. لديك 2 دولار 5 دولار قمت بالعمل عليها لمدة سنة أو سنوات أو شيء من هذا القبيل، لا تقوم بالولوج بها. نعم هنا فقط هذه الأشياء أو هذه المواقع للمغامرة. نعم هذه المواقع تعطيك أرباح كل ساعة، تقدم لك أرباح، كما أنه فيها إيجابيات كذلك فيها سلبيات، هذا هو الواقع. وعندما تصبح هذه المواقع لم تعد تدفع، رأى أنبهكم أسفل هذا الفيديو أقول لك أن الموقع لم يعد يدفع بحذف الرابط نهائيا. عالمو لحد الساعة باش الكرام هذا الموقع حتى الآن هو شغال ويدفع، سأقوم بإثبات السحب كذلك منه الحمد لله والشكر. لا ترقوا معي هذه الحلقة مجددا، هنا سنقوم بالانتقال إلى فانت وكذلك نقوم بالتعرف كيف يمكنك كذلك أن تقوم بالاشتغال عليه وكيف يمكنك كذلك أن تقوم بالربح منه. وهنا في البارامتر كما أشرت إليها، هنا في البارامتر عندما تقوم بالتسجيل تقوم بوضع هنا الواليت الخاص بك التي يمكنك أن تقوم بالسحب عليه أموالك. نعم وكذلك هنا في الكالكوليشن الخاصة بك لديك هنا تقوم بالانتقال إلى هنا وتقوم بالنزول الأسفل وتقوم هنا باحتساب هنا جميع الأرباح الخاصة بك التي تتلقاها هنا. نعم هذه في الكالكوليشن الخاصة بالموقع، هنا يقبل البيرفكت موني، اليو اس دي تي، البيتكوين، اثيريوم، لايتكوين، دوج وكل العملات الإلكترونية. عالم حتى لهذه اللحظة هذا الموقع يدفع، أما في وقت آخر العلم لله أحبتي الكرام. أنا فقط هناك مشاركة لتجربتي فيه، لا أقول لك لا اشتغل عليه ولا اعمل فيه. نقوم بالانتقال أحبتي الكرام إلى غوتيغي فاونت على هذه الطريقة، وبعدها نقوم بالنزول إلى الأسفل. هنا أحبتي الكرام أنا لدي هنا في رصيدي أزيد من 301 نعم على اليو اس دي تي، سأقوم بسحبها. هذه هي الواليت الخاصة بي أنا هنا على الداشبورد في الفوسيس بي الذي 27 دولار فقط كما يظهر لكم الآن هنا في اليو اس دي تي. نقوم بالانتقال هنا ونقوم بوضع هو كذا وكذلك نقوم بعمل عمل هذه كذلك نقوم بعمل كوبي لهذه المال وكذلك هكذا كولي، ثم هنا غوتيغي دي فاونت على هذه الطريقة، وهي قد تم السحب بنجاح الحمد لله والشكر لله، وسأريكم إياه في المحفظة الخاصة بي. بعدها نقوم بالانتقال إلى هنا إلى الأوبريشنز يا أحبتي الكرام. سوف نجد هنا نعم سوف نجد هنا التحويل تم بنجاح كما يظهر لكم الآن هنا. نقوم بعمل اكتواليزي وكما يظهر لكم هنا هذا هو الباش ايد احبتي الكرام الخاص بالتحويل الحمد لله والشكر لله. ثم نقوم بالانتقال الى الفوسيس باي على هذه الطريقة، ثم نقوم بعمل هنا اكتواليزي، وهنا قد توصلت بالاموال الحمد لله والشكر لله كما يظهر لكم الان. حتى الان موقع صادق، يمكنك ان تقوم بالعمل عليه، يمكنك ان تقوم بفتح ديبوزيت من هنا وفرير وتقوم بالاستثمار الا بمبلغ تتحمل خسارته. نعم مبلغ تتحمل خسارة لا تقوم بالولوج. هذه هي طريقة العمل في الانترنت احبتي الكرام. نعم لا تقوم بالولوج في اي مجال كما كان، حتى في تريدينج في اي شيء الا بمبلغ تتحمل خسارته. عالمو هنا نقوم باختيار هنا البيرفكت موني او البيتكوين او اي شيء نقوم بفتح به وديعة، ثم نقوم بالنقر نحن هنا على مثلا هذه البلون الخاصة بيوم واحد، وكذلك الارباح تتلقى عليها كل ساعة تتلقى الارباح عن ما يصل الى 4.58
بالمئة. يمكنك أن تقوم بالسحب كل ساعة، تقوم بالضخ مثلا ب$100 أو شيء من هذا القبيل، تقوم بالنقل وفرير أن ديبو على هذه الطريقة، وتقوم بإدخالك مباشرة على هذه الطريقة، ثم إفكتي البيمون، ثم ميك بيمنت ميك بيمنت، وتقوم جاء بشحن الحساب خاصك وبالاستثمار. كذلك نفس الشيء مع العملات الإلكترونية الأخرى، منها بيتكوين، منها إثيريوم، ريبل أو شيء من هذا القبيل، تقوم باختيارها من هنا. هنا تقوم بعمله من الأسفل، مثلا هنا 0.05 أو شيء من هذا القبيل، ثم هنا أوفرير أن ديبو، وسوف يعطيك كذلك كيف يمكنك أن تقوم بالاستثمار، تقوم بإرسال لهم هذا المال في هذه الأدرس، وسوف يصبحك سوف يصبح معك هنا في خاصيات الديبوزيت، يعني هنا جميع استثماراتك سوف تجدها هنا. نعم، كذلك نفس الشيء مع العملات الإلكترونية الأخرى، تقوم بالنقل على أوفرير أن ديبو، كذلك نفس الشيء مع اللايت كوين، الدوت كوين، أم ترون مثلا هنا الترون، تقوم باختيار هكذا، ثم تقوم بالولوج مثلا بألف ترون أو شيء من هذا القبيل، أو 10,000 أو 20,000، ثم هنا أوفرير أن ديبو، وهنا تقوم بعمل إرسال لهم هذا الكمية في هذا الأدرس، وأن تقوم بالاستثمار، ثم تقوم بالنقل على جي باي. يوجد الكثير من العملات الإلكترونية الخاصة بالاستثمار في هذا الموقع، يمكنك أن تقوم بالاستعانة بها، وحتى الآن هذا الموقع صادق ويدفع بامتياز الحمد لله، لكن في وقت آخر العلم لله، ودائما أقوم بنصيحتكم بأحبتي الكرام، لا تقوم بالدخول في مثل هذه المواقع عن تجربتي. نعم، أنا هنا فقط أشارك معك تجربتي. تود أن تقوم بالشغال في هذه المواقع، عليك أن تقوم بالشغال فيها في انطلاقة الخاصة بها الأولى. نعم، الانطلاقة الخاصة بها الأولى، ليس بعد أن تمر عليها شهر أو ثلاث أسابيع أو شيء من هذا القبيل. عالمو ساتكون مني في هذه الحلقة، كان معكم من تخلص مال وبتكون في مجال حوان انترنت. انتظروا حلقات المقبلة ان شاء الله في جمع رأس المال والرحلة انترنت والتطبيقات والكثير الكثير من المزائل حول مجال الرحلة انترنت. فقط كونوا في الموعد ولتبخون علا باللايك تعليم قفز اسفل هذا الفيديو. دمتم في رأس الله ولا شرح قادم ان شاء الله.